بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد ندى، والنهارده ان شاء الله هنبدأ نشرح مع بعض ليسون 3 بارت 1، لان الدرس الثالث مقسوم معانا على 2 بارتس او على جزئين. ان شاء الله النهارده هنبدأ في ليسون 3 بارت 1 في كونسبت 1.1. فاكرين الكونسبت ده كان بيتكلم عن ايه يا شباب؟ ادابتيشن اند سرفايفل. برافو عليكم. التكيف والبقاء. طبعا كالعاده وفي بدايه كل حلقه بفكركم ان احنا نجيب الورقه والقلم وكل الادوات بتاعتنا اللي احنا محتاجينها علشان نتابع الحلقه من اولها ونذاكر مع بعض اول باول. ودلوقتي هخرج فاصل صغير جدا، تكونوا جبتوا الادوات بتاعتكم وجيتوا عشان تتابعوا حلقه النهارده. فاصل صغير، بعد الفاصل نتابع مع بعض شرح ليسون 3 بارت 1. ورجعنا لكم من الفاصل يا شباب علشان نشرح مع بعض ليسون 3 بارت 1 في كونسبت 1.1. هنبدا بالاكتيفيتي نمبر 8 او بالنشاط رقم 8 اللي بيتكلم عن دايجستيف سيستم اللي هو الجهاز الهضمي. بس قبل ما نتكلم عن دايجستيف سيستم احنا محتاجين نعرف some of systems او بعض الاجهزه اللي موجوده في الهيومن بادي او في جسم الانسان، علشان في كل مره هنشرح فيها سيستم جديد او نظام جديد موجود في جسم الانسان هنشرحه بالتفصيل ان شاء الله. فاحنا هنقول الموست امبورتنت سيستمز او الانظمه الاكثر اهميه او المهمه جدا اللي احنا المفروض هندرسها في المرحله الابتدائيه بتاعتنا. نبدا كده نبص على الفيجرز دي، نبص على الرسومات دي. بيقول لي observe the following figures and then complete the sentences below، يعني بص على الرسومات دي وكمل الجمل اللي موجوده تحتها. طبعا احنا كتبنا الجمل هنا على جنب وكملناها، مفيش فيها مشكله خالص، بس عشان نتعرف على اشكال وانواع الهيومن بادي سيستمز او الاجهزه اللي موجوده في جسم الانسان. لو بصينا على فيجر 1 او الشكل الاول هنلاقي ان هو دوت ريبريزنتس ذا هيومن نيرفس سيستم، ده بيمثل الجهاز العصبي في الانسان. واهم اورجن فيه، اهم عضو من اعضاء الجهاز العصبي هو البرين، المخ. نبص على فيجر 2، قال لي فيجر 2 دوت ريبريزنتس The human digestive system، ده بيمثل الجهاز الهضمي في الإنسان، ويعتبر الموست امبورتنت اورجن أو العضو الأكثر أهمية فيه أو العضو المهم فيه أو اللي بيميزه عن باقي الأجهزة الأخرى هي ستومك، المعدة. فيجر 3 اللي هو قدامنا ده represents the human circulatory system، ده بيمثل الجهاز الدوري في الإنسان، واللي أهم اورجن فيه أو أهم عضو فيه هو الهارت اللي هو القلب. تمام؟ طب تعالى نبص كده على فيجر 4 او الرسمه رقم 4، هنلاقي ان ده represents the human respiratory system اللي هو الجهاز التنفسي في الانسان. طبعا اهم تو اورجنز فيه هما التو لانجز او الرئتين، ده اهم اورجن او اهم عضو في الريسبيراتوري سيستم. طيب احنا ان شاء الله في جريد 4 هندرس كام سيستم؟ قال لي هندرس النيرفس سيستم والدايجستيف سيستم والريسبيراتوري سيستم، ولو هنمشيهم بالترتيب يبقى هندرس الدايجستيف سيستم الاول، بعدين الريسبيراتوري سيستم، بعدين النيرفس سيستم، ان شاء الله ما نوصل لجريد 5 هندرس السيركولاتوري سيستم. اتفقنا كده يا شباب؟ طيب تعالوا نكمل مع بعض الدرس بتاع النهارده. بيقول لي هاو ار بودي سيستمز ادابتد تو ميت ذا نيدز اوف ليفينج اورجانيزمز، يعني ازاي الانظمه اللي موجوده في جسم الانسان بتتكيف علشان تلبي احتياجات الكائنات الحيه، يعني ازاي الاجهزه دي بتتكيف مع الظروف المحيطه بيها عشان تلبي احتياجات الكائن الحي. بيقول لي each living organism has different ways to adapt to the environment in which it lives، يعني ايه؟ كل كائن حي عنده طرقه المختلفة اللي بيتكيف بيها مع البيئة المحيطة بيه واللي بيعيش فيها. So ولذلك the body of living organism، يعني جسم الكائن الحي سواء كان human أو animal، consists of some systems such as digestive system, respiratory system and nervous system. يعني جسم الكائن الحي سواء كان إنسان أو حيوان بيتكون من بعض الأجهزة أو الأنظمة زي الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز العصبي. بيقول لي كمان ان السيستمز دي او الانظمه دي ار ديفرنج ان ذير ستراكشرز، مختلفه في التركيبات بتاعتها تو بيرفورم سبيسيفيك فانكشنز، عشان تقوم بوظائف محدده.
كمان لو احنا هنتكلم عن digestive system and respiratory system، ال two systems دول بالذات are working together to get energy from food and breathing. يعني النظامين دول او الجهازين دول بيشتغلوا مع بعض علشان الانسان او الحيوان او living organism الكائن الحي يحصل على الطاقة من الطعام والتنفس. من خلال الطعام اللي احنا بناكله والنفس اللي احنا بناخده بيبتدي التو سيستمز دول يساعدوا بعض في ان يخلوا الجسم جيت انرجي، يحصل على الطاقة اللي هو محتاجها. طيب يعني ايه سيستم؟ يعني ايه نظام او يعني ايه جهاز؟ قالي it is a group of organs، هو مجموعة من الاعضاء that work together، بتشتغل مع بعض to perform a specific function or a specific job، علشان تقوم بوظيفة محددة او وظيفة معينة. طب تعالى كده نبص على الدايجستيف سيستم، بما ان هو الجهاز اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة، هنلاقي ان فيه organs كتير زي stomach المعدة، زي large intestine الامعاء الغليظة، زي small intestine الامعاء الدقيقة، صح كده؟ هنلاقي فيه organs كتير، مجموعة الorgans دي على بعضها بتمثل بالنسبة لنا system، نظام او جهاز. تمام كده؟ نكمل مع بعض. يا ترى بقى in this lesson we will study، يعني في الليسون ده احنا هندرس ايه؟ هندرس الهيومن digestive system، الجهاز الهضمي في الانسان، وهيومن respiratory system، الجهاز التنفسي في الانسان. وهنخلي الجهاز الهضمي ده جزء من الدرس، والجهاز التنفسي ده هيبقى الجزء التاني اللي هو part 1 وبارت 2. طيب بيقول لي دلوقتي why we need to eat food، ليه احنا محتاجين ناكل؟ قال لي because the food contains different nutrients، لان الطعام بيحتوي على العديد من المواد الغذائية المختلفة زي الفيتامينز والبروتينز that give us the needed energy. والفيتامينز والبروتينز اللي النيوترينز دي، المواد الغذائية دي، بتمدنا او بتدينا الطاقة المطلوبة. المطلوبة لإيه بقى؟ to do activities، عشان اقوم بالانشطة اللي انا محتاجها، زي such as، يعني مثل walking talking or sleeping، المشي، التحدث، النوم، كل دي activities او انشطة need energy، محتاجة طاقة. قال لي كمان to do body functions inside it، عشان جسمي يقوم بالوظائف الداخلية او الوظائف اللي جوه الجسم، عشان جسمي يعمل الوظائف اللي جواه لازم يحصل على طاقة. طب زي مين؟ قال لي such as heart beating، زي ضربات القلب، النبض يعني، breathing التنفس، and thinking التفكير. كل دي functions بيقوم بها الجسم ومحتاجة energy. تمام كده؟ نكمل مع بعض. قال لي طب في نوت كده صغير، in one day، في اليوم الواحد، your body needs a lot of energy، جسمنا محتاج الكثير من الطاقة. So ولذلك your heart beats around 100,000 times and you breathe over 20,000 times. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في اليوم الواحد جسمنا محتاج طاقة كتير، عشان ايه؟ عشان ضربات قلبك بتوصل لمئة ألف ضربة او لمئة ألف مرة، قلبك بيدق في اليوم الواحد مئة ألف مرة. طب بالنسبة للتنفس، انت بتتنفس حوالي اكتر من 20,000 مرة في اليوم. طب احنا كده بنتكلم على two functions بس، على وظيفتين بس من اللي بيقوم بيهم الجسم، اللي هو النبض والتنفس. دي بتحصل 100,000 مرة في اليوم، دي بتحصل 20,000 مرة في اليوم. تخيل بقى باقي الفانكشنز او باقي الوظائف اللي في الجسم محتاجها انرجي قد ايه، او محتاجه طاقه قد ايه. قال لي طب دلوقتي تعالى نبدا بقى نتكلم عن الهيومن دايجستيف سيستم، اللي هو الجهاز الهضمي في الانسان. بيقول لي تو جيت نيوترينتس فروم فود، عشان تحصل على المواد الغذائيه من الطعام، ات ماست باث ثرو ديفرنت اورجانز اوف ذا دايجستيف سيستم، لازم الطعام دوت يمر من خلال الاعضاء المختلفه اللي موجوده في الجهاز الهضمي، which are working together to break down food into smaller parts. والأعضاء الكتير اللي الأكل بيمر عليها دي أو الطعام بيمر عليها بتشتغل مع بعض عشان تكسر الطعام وتفتفته إلى أجزاء صغيرة that your body can use in a process called digestion process. والأجزاء الصغيرة دي هي اللي الجسم بيقدر يستخدمها، والعملية دي كلها بتسمى عملية الهضم. عملية الهضم هي عملية تكسير الطعام من مكونات كبيرة إلى مكونات او اجزاء صغيرة يسهل التعامل معها، وتقدر تمشي في الدم بعد كده عشان تغذي الجسم كله. اتفقنا يا شباب؟ نكمل. قال لي طب يعني ايه digestive system، ويعني ايه digestion process، يعني ايه جهاز هضمي، ويعني ايه عملية هضم؟ لازم اعرف التو definitions او التعريفين بتوعه.
بيقول لي الدايجستيف سيستم it is the system responsible for breaking down food into small parts to enable the body cells to use them in getting energy. الجهاز الهضمي هو جهاز مسؤول عن تكسير الطعام الى اجزاء صغيرة علشان الجسم او خلايا الجسم تتمكن من استخدامها في الحصول على الطاقة. قال لي طب يعني ايه digestion process او يعني عملية هضم؟ قال لي it is the process of breaking down food and changing it into chemical substances that the body absorbs and use them in getting energy and growth. يعني ايه بقى؟ عملية الهضم هي عملية تكسير الطعام وتحويله الى مواد كيميائية اللي الجسم بعد كده بيمتصها ويستخدمها في الحصول على الطاقة وبيستخدمها كمان في النمو، يعني علشان الجسم يكبر وينمو. اتفقنا؟ نكمل مع بعض. دلوقتي احنا عايزين نعرف the structure of the digestive system، تركيبة الجهاز الهضمي. قال لي the human digestive system consists of some organs، يعني الجهاز الهضمي في الإنسان بيتكون من بعض الأعضاء. زي مين؟ mouth، الفم، throat أو pharynx اللي هو الحلق، esophagus المريء، stomach المعدة، small intestine الأمعاء الدقيقة، large intestine الأمعاء الغليظة. تمام كده يا شباب؟ دي الـ most important organs أو يعني أهم أعضاء موجودة في الـ digestive system، والـ digestive system بيكون من أعضاء دي. اتفقنا يا شباب؟ mouth، throat، esophagus، stomach، small intestine، large intestine. تمام يا شباب؟ قال لي في نوت صغيرة كده خد بالك منها، وخد بالك من الفيجر ده، الرسمة دي مهمة جدا لازم تتحفظ بالليبلز اللي عليها. بيقول لي digestive system starts with mouth and ends with anus، يعني الجهاز الهضمي بيبدأ بفتحة اللي هي فتحة الفم وبينتهي بفتحة تانية اللي هي الانس اللي هي فتحة الشرج. ده كده يعتبر كل ده الممر اللي بيمشي فيه الأكل من أول ما ناكله لحد ما جسمنا يمتص المواد المفيدة اللي فيه ويخرج الفضلات بره. تمام؟ اتفقنا يا شباب؟ طب تعالى كده نبص عليه. mouth، throat اللي هو الحلق، esophagus اللي هو المريء، stomach اللي هي المعدة، small intestine اللي هي الأمعاء الدقيقة، large intestine اللي هي الأمعاء الغليظة. هتقول لي يا مستر في بعض الليبلز موجودة على الفيجر حضرتك ما قلتهاش. زي مين؟ قلت لك زي الليفر الكبد وزي البنكرياس، صح كده؟ الاتنين دول احنا ما قلناهمش لان دول مش من الاجزاء بتاعت الجهاز الهضمي، بس بيساعدوا الجهاز الهضمي في عملية الهضم. تمام؟ بس الاجزاء الاساسية اللي احنا قلناهم mouth، throat، esophagus، stomach، small intestine، large intestine. تعالى كده نبدأ بالmouth. اول حاجة او اول organ في الـ digestive system هو الفم. تعالى نبدأ بيه. بيقولي digestion begins in the mouth، عملية الهضم بتبدأ في الفم. طب يا ترى the mouth contains، الفم ده بيحتوي على ايه؟ teeth، saliva، tongue يعني الاسنان، واللعاب اللي هي المية او السائل اللي بيبقى داخل الفم، واللسان. طيب هل كل جزء من دول ليه function، ليه وظيفة؟ اه طبعا، وإلا ما كانش ربنا خلقه. طب تعالى نبدأ بالteeth، الاسنان اللي they crush food during chewing، يعني بيطحن الطعام اثناء المضغ. الاسنان وظيفتها تكسير وتقطيع وطحن الطعام اثناء عملية المضغ. طيب سلايفا، اللعاب اللي هو السائل اللي داخل الفم. قال لي it is a liquid substance in the mouth، هي المادة السائلة اللي موجودة في الفم. it moistens the substance in the mouth، وهي اللي بتبلل الطعام اللي موجود في الفم. كمان it changes starch into sugars، كمان السلايفا دي او اللعاب ده هو اللي بيحول النشويات الى سكريات، يعني العيش والرز والمكرونة والسكر، كل الحاجات اللي احنا بناكلها فيها نشويات بتتحول في الفم عن طريق السلايفا الى سكريات. تمام؟ وخصوصا العيش والرز والمكرونة. تمام؟ دي كده بنسميها ستورش، مواد فيها نشا او نشويات، فسهل في الفم انها تتحول الى سكريات عن طريق سائل اسمه السلايفا. طيب تونج، اللسان وظيفته ايه؟ قال لي it mixes food with saliva in the mouth، وظيفته هو خلط الطعام مع اللعاب في الفم، يخلطهم مع بعض. ليه؟ عشان يسهل عملية البلع.
عشان الاكل ما يبقاش ناشف جدا، لا يبقى مبلل فسهل ان هو يتبلع، فهو نازل في الثروت او في الحلق ما يجرحش زوري وهو نازل. تمام كده يا شباب؟ طيب تعال نكمل مع بعض. اسوفيجس، المريء. المريء اللي هي الانبوبه الطويله دي، شايفينها؟ قال لي it is a long muscular tube، هو انبوب عضلي طويل، انبوبه من العضلات بس طويله. it allows food to move from throat down into the stomach، والاسوفيجس دي هي اللي بتسمح للطعام ان هو يعدي من الحلق لحد ما يوصل للمعده. تمام؟ يعني يعتبر ده ممر او طريق الاكل بيمشي فيه. طب الطريق ده يسمح للاكل يعدي منين لفين؟ from throat to stomach، من الحلق الى المعده. تمام؟ تعال نكمل. طب stomach، الاكل خلاص دخل من الماوث، عدى على الثروت الاسوفيجس، وبعدين دخل للاستومك. يا ترى ما يوصل للمعده العمليه كده خلصت ولا لسه في العمليه مستمره معانا؟ قال لي استومك ات از ا ماسكولار اورجن، المعده هو عباره عن عضو عضلي، كيس يعني شنطه، اعتبر المعده دي شنطه او كيس بس عضلات. شفت العضله بتاعه دراعك؟ اهي المعده عباره عن عضلات بس على شكل كيس. تمام؟ عشان كده بيقول عليها ماسكولار اورجن، عضو عضلي. stomach mixes food with the stomach acid and digestive juices or enzymes found in it to change the food into soupy liquid. يعني ايه؟ يعني المعدة وظيفتها خلط الطعام مع الحامض المعوي مع الانزيمات او العصارات الهاضمة للاكل. يعني المعدة بتخلط الاكل بحاجتين، stomach acids and digestive juices، وممكن نقول بدل الدايجستيف جوسز نقول انزيمز، انزيمات او عصارات هاضمه. المفروض ان المعده بتخلط الاكل مع الاثنين دول. تمام؟ ليه؟ عشان تحول الاكل من قطع كبيره، تمام، الى سوبي ليكويد، الى سائل شبه الشوربه كده، سائل او مستحلب، ماده سائله تقدر ان هي بعد كده تمر من خلال الامعاء الدقيقه وبعدين تعبر الى الدم وتلف الجسم كله. قال لي كمان food stays in the stomach for a few hours، يعني الطعام بيظل مستقر في المعدة لعدة ساعات قليلة، كم ساعة كده. then the muscles of the stomach move the food into a long winding tube called small intestine، يعني بعد كده العضلات بتاعة المعدة بتحرك الطعام في أنبوبة ملفوفة طويلة اسمها الأمعاء الدقيقة اللي هي السمول انتستين. الأكل ينزل من هنا من الاستومك من المعدة، يعدي في أنبوبة رفيعة كده ملفوفة حوالين نفسها اسمها سمول انتستين اللي هي الأمعاء الدقيقة. طيب فين الأمعاء الدقيقة؟ أهي هتلاقيها، بص، نازلة من الاستومك، نازلة من المعدة أهي، والأكل يفضل يلف فيها كلها. طب هيلف فيها بلا هدف ولا في هدف؟ قال لا أكيد في وظيفة هتتم هنا. بيقول لي طيب هو يعني ايه small intestine؟ يعني ايه امعاء دقيقة؟ قال لي it is a long winding tube، هي انبوب طويل ملفوف. as its length is more than 6 meters، طولها بيوصل لحوالي اكتر من 6 متر، يعني لو فردت الانبوبة دي هتوصل طولها اكتر من 6 متر. طيب ايه اللي بيحصل فيها؟ قال لي food is broken down into small or simple nutrients in the small intestine، يعني الطعام بيتكسر الى مواد غذائيه بسيطه، تمام، داخل الامعاء الدقيقه. قلت له طب ده بيحصل ازاي؟ قال لي وير، حيث بنكرياس اند ليفر، البنكرياس والليفر، البنكرياس اللي هو ده اللي شبه ورقه الشجر دي، تمام، وادي الليفر اللي هو الكبد، سكريت جوسز، الاثنين بيفرزوا عصارات، ذات فلو انتو ذا سمول انتستين، والعصارات بتاعتهم متوصله بالسمول انتستين عن طريق انابيب صغيره بالسمول انتستين. يعني الكبد بيفرز جوس معين والبنكرياس بيفرز جوس معين، والاثنين بيصبوا الجوسز ديت في السمول انتستين في الامعاء الدقيقه. This juices help in breaking down the food into nutrients، العصارات ديت بتساعد في تكسير الطعام الى مواد غذائيه، يعني بتطلع المواد الغذائيه اللي ليها قيمه للجسم من الطعام. تمام؟ فبنسمي النيوترينتس ديت اللي هي الدايجستد فود، الطعام المهضوم. تمام؟ قال لي the walls of small intestine absorb these nutrients through tiny blood vessels that carry them to all parts of the body، والجدران بتاعه الامعاء الدقيقه من الداخل بتمتص المواد الغذائيه ديت عن طريق
أوعية دموية صغيرة أو دقيقة، وبعدين بتحملها الأوعية الدموية دي جواها فتمشي في الدم وتوصل لكل أجزاء الجسم. قال لي طب دي الجزء المفيد في الأكل، خلاص اتهضم وجسمي امتصه عن طريق البلود فيسلز وهيتوزع على الجسم كله. طب الحاجات المضرة أو الفضلات اللي كانت في الأكل اللي ملهاش لازمة بالنسبة لي، قال لي the body doesn't benefit from some parts of food known as undigested material that flow into the large intestine. يعني جسمي مش بيستفيد من بعض أجزاء الطعام اللي بنسميه الطعام الغير مهضوم أو المواد الغير مهضومة، undigested materials يعني مواد غير مهضومة that flow into the large intestine. المواد اللي مش مهضومة دي بعد ما تخلص لفة اللفة بتاعتها في السمول انتستين تخرج من السمول انتستين وتعدي في اللارج انتستين، بس دي بقت ويستس، بقت فضلات لازم الجسم يتخلص منها، فتلف الأمعاء الغليظة دي كلها لحد ما تخرج من الإينس اللي هي فتحة الشرج. قال لي خلاص تعالى ندرس اللارج انتستين، الأمعاء الغليظة. قال لي it is a tube، هي أنبوبة زي ما انتم شايفينها كده، starts from the end of a small intestine and ends with the anus، يعني بتبدأ من نهاية الأمعاء الدقيقة وبتنتهي عند فتحة الشرج. طب وظيفتها ايه؟ قال لي it absorbs water from the undigested materials so they become solid wastes that come out through the anus. يعني كل وظيفة الأمعاء الغليظة إنها تمتص المية من الطعام اللي مش مهضوم أو من المواد اللي ما اتهضمتش، تمام؟ فبعد كده المواد اللي ما اتهضمتش دي تتحول إلى فضلات صلبة اللي هو solid wastes وتخرج عن طريق الأنس عن طريق فتحة الشرج. السوليد wastes دي يا شباب اللي هو الستول البراز، تمام؟ دي بتبقى فضلات صلبة بتخرج بره الجسم لأنها مضرة ما بتفيدش الجسم في حاجة. قال لي طيب في نوت كده أو في ملحوظة، the properties of all organs of the human digestive system are considered as structural adaptations. يعني الخصائص بتاعت كل أعضاء الجهاز الهضمي في الإنسان بتعتبر من التكيف الجسماني. ليه؟ لأن كل جزء أو كل أورجن، كل عضو موجود في الجهاز الهضمي ليه وظيفة معينة بيعمل بيها adaptation مع الأكل اللي بياكله عشان يهضمه ويستفيد منه. اتفقنا؟ تعالوا نكمل. تعال نعمل بقى comparison، مقارنة كده between functions of the stomach, the small intestine and the large intestine. مقارنة كده بسيطة ما بين المعدة والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة. قال لي the stomach mixing food with the acids and digestive juices to change it into a soupy liquid. المعدة وظيفتها خلط الطعام بالحامض المعوي والعصارات اللي بتهضم الأكل عشان تحول الطعام إلى مادة سائلة. طيب الـ small intestine breaking down of food into nutrients، تكسر الطعام إلى مواد غذائية، يعني تطلع الفيتامينز والبروتينز والمعادن والحاجات المفيدة اللي في الأكل، تمام؟ by the help of the juices of liver and pancreas، بمساعدة العصارات أو السوائل اللي بتخرج من الكبد والبنكرياس. طيب large intestine الأمعاء الغليظة وظيفتها إيه؟ قال لي absorbing the water from undigested materials، يعني امتصاص المية من المواد الغير مهضومة. اتفقنا؟ تعالوا نكمل. وصلنا لسؤال what happens when، ماذا يحدث عندما one of the organs of the digestive system is absent، عضو أو أحد أعضاء الجهاز الهضمي غاب ما بقاش موجود، في عضو من الأعضاء ما بقاش موجود، إيه اللي يحصل؟ قال لي the digestive system will not perform its function properly if one of its organ doesn't exist. يعني الجهاز الهضمي مش هيقوم بالوظيفة بتاعته بشكل صحيح لو عضو أو أحد الأعضاء ما كانتش موجودة. اتفقنا كده يا شباب؟ جميل؟ نكمل مع بعض. بيقول لي طب دلوقتي how can you keep the digestive system healthy؟ ازاي تحافظ على الجهاز الهضمي بصحة جيدة؟ قال لي number one show the food well، امضغ الأكل كويس، ما تستعجلش في البلع، امضغ الأكل كويس قبل ما تبلعه. don't eat much fast meals، ما تاكلش وجبات سريعة كتير، الكنتاكي والهامبرجر والبرجر والحاجات اللي مقلية في زيوت كتير والبطاطس والمقلية والحاجات دي كلها والشيبسي، كل الحاجات دي بتعمل مشاكل للدايجستيف سيستم فيفضل انك تبتعد عنها او تقلل الكميات اللي بتاكلها منها. drink a lot amount of water، اشرب كميات كبيرة من المية.
او كميات كتيره من الميه، لان الميه بتساعد في الديجيشن بروسيس في عمليه الهضم. براكتس سبورتس ريجولارلي، مارس رياضه بانتظام، حاول تلعب كل يوم ولو نص ساعه بعض التمارين الرياضيه، لان ده بيحسن من وظائف الجسم كلها وخصوصا الجهاز الهضمي. اتفقنا يا شباب؟ جميل جدا. وصلنا لسؤال تشيك يور اندرستاندينج او اسئله اختبار الفهم، واحنا معانا بعض الوردز كده او بعض الكلمات هنستخدمها في ان احنا هنحل بيها الثري سنتنسز دول او الثلاث جمل دول. ده زي اسئله ساينتفك تيرم كده مكتوبه وعايز يعرف الوظيفه دي مين اللي بيقوم بيها او الجهاز ده اسمه ايه. نمبر 1، ايت ميكسز فود وذ اسيد اند دايجستيف جوسز، مين اللي بيخلط الطعام مع الحامض المعوي والعصارات الهضمه؟ اختاروا. A system that breaks down food into small parts. الجهاز اللي بيكسر الطعام إلى أجزاء صغيرة. مين هو؟ It absorbs water from the undigested materials. بيمتص المية من المواد الغير مهضومة. يا ترى مين ده؟ يلا بسرعة يا شباب نوقف الفيديو ونكتب الإجابات بتاعتنا في comments في التعليقات اللي أسفل الفيديو عشان نتأكد أنكم فهمتوا الـ digestive system مظبوط. ودي يا شباب معظم الكلمات المهمة اللي جت في lesson 3 part 1. طبعا عارفين هتعملوا فيها ايه، تتحفز قراية وكتابة انجلش وعربي وكمان نطق، نعرف ننطقها كويس، نقدر نوقف الفيديو ونكتب الكلمات دي عندنا عشان نحفظها. برضو دي كلمات مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. والحد هنا يا شباب هكون حلقة النهاردة خلصت، بتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم دايما على خير في حلقة جاية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.